على الأزهر. الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأزهر أمير الشعراء له قصيدة طويلة بيقول فيها إيه: كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا. بالنسبة للشيوخ الأزهر لنا الحلقة الثالثة مع الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر في مرحلة من أهم مراحل تاريخ مصر. بعد عودة الشيخ المراغي من السودان تولى مجموعة من المناصب الهامة في سنوات متوالية، تقريبا كل سنة وظيفة جديدة. عين رئيسا للتفتيش الشرعي بوزارة الحقانية وزارة العدل، بعد سنة رئيسا لمحكمة مصر الكلية الشرعية، بعد سنة عضوا بالمحكمة العليا الشرعية، بعد سنة رئيسا للمحكمة العليا الشرعية. يعني من سنة 19 إلى سنة 28 كل هذه الوظائف تولها وراء بعضها كده. في سنة 1920 أصدر الإمام المراغي قانون جديد للأحوال الشخصية. هذا القانون يعني النظام السابق قبل هذا القانون كان توثيق العقود الزواج كلها في مصر على حسب الفقه الحنفي أو على النظام العثماني الذي كان يحكم مصر لمدة 400 سنة. كل القوانين التي تتعلق بالأحوال الشخصية كانت على المذهب الحنفي اللي كان العثمانيون يعني يستمسكون به ويفرضونه على كل البلاد التي يحكمونها. مصر كانت محكومة بالدولة العثمانية، فكان المذهب الحنفي هو المسيطر على الأحوال الشخصية. حتى الآن بعض المأذونين يقول لك على مذهب أبو حنيفة الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان حتى الآن، مع أن الكلام ده سنة 1920 تغير. سنة 1920 يعني أكثر من 100 سنة. الشيخ المراغي كان شديد في دينه، شديد في مناصبه، شديد في حياته كلها، ما كان يخضع لأحد، ولذلك تعرض لمجموعة من المؤامرات مثلا أو من المشاكل الكبيرة. أيام ما كان رئيس المحكمة الشرعية العليا عرض عليه قضية لأحد كبار القوم وأعز إليه أنك أنت لازم تحكم لفلان الفلاني ولك مبلغ كبير جدا من المال. رفض، رفض. دينه يأبى عليه، دينه يأبى عليه أن يميز بين فلان وفلان، القضاء للمسلمين جميعا. فما كان من هؤلاء اللي دبروا مؤامرة لمنعه من نظر القضية. كيف يمنع من نظر القضية؟ يقتل، يقتل. فأتوا بمجرم أعطوه مبلغ من المال وتربصه بماء نار، قزازة فيها، قزازة عادي لكن فيها مية نار، والشيخ هو داخل المحكمة في يعني أو خارج من المحكمة قام كابب عليه مية الإيه؟ مية النار. فأصابته بحروق شديدة في رقبته وفي أجزاء من جسمه، لكن لم تقتله، لكن لم تقتله. الرجل كان صاحي فقال الذي فعل هذا واحد طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا
المباحث تعرفت على مين؟ على هذا الشخص. جابوه قال والله أنا مزقوق من فلان وفلان وفلان، هذول الأشخاص اللي هم أعطوني هذا المبلغ وخلوني أنا عملت هذا العمل. رفعت عليهم قضية، حكم عليهم بكام؟ بأربع سنوات سجن وألفين جنيه. طبعاً هم لهم نفوذ في الدولة، قال لا احنا عاوزين نعمل نقد، وعملوا نقد فعلاً. والمهم أنه تغير الحكم فصار سنة ونصف سجن وألف جنيه فقط غرامة لهؤلاء. الشيخ قال الألف جنيه دي تعطى للرجل المحامي الذي كان يدافع عنه لأنه توفي بعد المدافعة. ويعني مثل هذا تعرض مثل هذا الشيخ مراغي كثير، لأنه كان شديد وكان لا يخضع لأحد. في عام 1928 عين الشيخ المراغي شيخا للأزهر، ودي التعيين الأول لأنه عين مرتين. سنة 1928 ميلادي عين شيخا للأزهر، فأقبل بعزيمة قوية على تنظيم الأزهر وإعادة هيكلة النظام وإصلاحات التي كان يطالب بها الشيخ محمد عبده زمان، هو كان معاه فحب يطبق هذه الإصلاحات، ولكن عورض من جهة الحاكمة وعورض من بعض الشيوخ في الأزهر، مما اضطره إلى أن يستقيل بعد سنة واحدة سنة 1929. استقال من مشيخة الأزهر وترك المشيخة، فأتوا بالشيخ الظواهري، الشيخ الأحمد الظواهري شيخا للأزهر بعد ما استقال الشيخ المراغي. المسلمين والمحبين والتجار وطلاب العلم والأساتذة عملوا مظاهرات ومظاهرات ومظاهرات استمرت حوالي 5 سنين، فاضطرت الدولة تعيد الشيخ المراغي شيخا للأزهر مرة أخرى سنة 1935، وظل في هذا المنصب حوالي 10 سنين، يعني حتى توفي سنة 1945. الشيخ المراغي أدخل عدد كبير من التعديلات في مراحل التعليم المختلفة في الأزهر، كان من بينها قسم مراحل الأزهر إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الابتدائية اللي هي تساوي الإعدادية الآن 4 سنين، جعل هذه لتدريس المواد الأولية بعد حفظ القرآن، ثم الفقه، ثم شيء من الحديث، شيء من التفسير، وبعض الجغرافيا والتاريخ والصحة والحاجات اللي هي بسيطة دي. ثم المرحلة الثانوية 5 سنوات، احنا حصلنا النظام ده، انا حصلت النظام ده، خدنا 4 سنين في الابتدائية و5 سنين في الايه في الثانوي، بس تدرس هذه المواد بتوسع، النحو بتوسع، التفسير بتوسع، البلاغة بتوسع، الحديث بتوسع. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الكليات، قسم الدراسات العليا إلى 3 مراحل، إلى 3 كليات: كلية للعلوم العربية وهي اللغة العربية، كلية للشريعة اللي هي موجودة الآن، وكلية أصول الدين وهي الموجودة الآن. كلية اللغة العربية كل العلوم اللغوية، نحو، صرف، بلاغة، أدب، غيره غيره، تدخل في نطاق اللغة العربية. كلية الشريعة تقوم على أصول الفقه والفقه وغيره. كلية أصول الدين تقوم على التفسير والحديث والدعوة. ثم عمل تخصص أعلى اللي عشان يخرج الأساتذة الكبار، تخصص 2 سنين تخصص مادة، ثم بعد ذلك أستاذية لمدة 4 سنين 5 حسب جهد الأستاذ. هذا هو النظام،
ولعل النظام ده اللي عمله الشيخ المراغي ظل حتى عهد قريب لغاية ما جت قوانين التطوير الأخيرة في الأزهر في نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. فالشيخ المراغي كان له أفاق واسعة وطموحات واسعة، ولكن برضو كان فيه له يعني ناس يقفون ضده خايفين على التعديلات والإصلاحات دي تغير نظام الأزهر. ويعني احنا بقي معنا حلقة في مع الشيخ المراغي إن شاء الله الأسبوع القادم ننهي مرحلة الشيخ المراغي صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.